كثرة التبول والألم أثناءه، التهاب المسالك البولية، وحتى حصوات المثانة، قد تشير هذه الأعراض إلى أمراض منفصلة ويتم علاجها كل على حدة، إلا أن هذه الأعراض ربما تصل إلى مشكلة أكبر وتؤثر على العلاقة الزوجية، والتي غالباً ما تكون تضخم البروستاتا عند الرجال. 50% من الرجال يعانون منها، ولكن لا يتم تحديد المرض بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تفاقم المرض لديهم. وللوصول إلى التشخيص الصحيح تحتاج إلى طبيب ممتاز يستطيع تقرير الحالة من أول تشخيص وإنقاذ جسمك وحياتك العاطفية. مركز ماجيكال كلينيك طريقك نحو التشخيص الصحيح والعلاج الأمثل. يمتلك أطباؤنا الخبرة والعلم الكافي لتشخيص أمراض المسالك البولية والذكورية والوصول إلى الأسباب الرئيسية للأعراض وعلاجها بصورة بسيطة غير مكلفة وبوقت قليل، بالإضافة إلى العناية الخاصة التي يوفرها المركز لضمان الراحة النفسية للمريض طوال فترة العلاج. هذا وسيستمر الطبيب المختص بمتابعة حالتك وإعطائك الإرشادات والتعليمات لتقوية عشرك الزوجي.